من اهم الموضوعات معانا المود بروجريشن. طبعا السيمبل بروجريشن ده ابسطهم، عندنا وان اندبندنت فيريبل اند وان ديبندنت فيريبل. المالتي بروجريشن بيتعامل مع عده متغيرات مستقله، وفي نفس الوقت بيعمل بريدكشن وبيعمل استيميت بناء على اسلوب المالتي بروجريشن. طبعا نمره واحد لازم ناخد بالنا ان في مشكلات كثيره جدا في المالتي بروجريشن. نقطه المالتي كلوناريتي، ان يكون في عندي نوع من الارتباط الذاتي بين المتغيرات المستقله. نوع تاني عندي من المشاكل ان يكون عندي ستاندرد ايرور ما هوش ثابت بين المفردات بتاعتي. دي كلها مشاكل، لكن ده لا ينفي ولا ينفي اهميه المالتي بروجريشن اناليسز. فالمالتي بروجريشن اناليسز بيعتمد على ان انا كما نعلم جيدا لازم يكون عندي عدد من الايكويشنز يماثل النونز اللي موجوده معايا. احنا بيبقى عندنا الكوفيشنز بتاعت المعادله المالتي بروجريشن، هي باينه قدامنا في المعادله دلوقتي، هي بتبقى مش موجوده كوفيشنز، فبنعمل لها استيمتس. لما بتكتمل الاستيمتس دهيت وبنختبر الايكويشن نفسها هل هي سيجنيفيكانت اور نوت، بنقدر نعرف بعد كده هل يا ترى الايكويشن ديت نقدر نستفاد منها في البريدكشن للديبندنت فيريبل اللي موجود معايا ولا لا. فده الاسلوب الكلاسيكي دايما، يعني كده بتقابلنا المشاكل، كل مشكله بنحاول نحلها في ضوء الاسامبشنز اللي موجوده معايا البوبوليشن نفسه، وفي نفس بقدر اعمل استيميت للبارامترز اللي موجوده للكوفيشنز اللي موجوده معايا، واقيم النموذج نفسه بان انا بحسب الار سكوير. من اهم الكوفيشنز اللي موجوده معانا في المالتيبل ريجريشن الار سكوير. بجيب الار سكوير وبعمل التيست بتاعها، والار سكوير زي ما احنا عارفين بيديني نسبه التفاعل بين المتغيرات المستقله والمتغير التابع، او مدى نقول نقدر بسرعه مدى تاثر المتغير التابع بالاندبندنت فيريبلز اللي موجوده معايا. في نفس الوقت في عندنا الستيب وايز ريجريشن بيسمح لنا ان احنا نطلع المتغيرات المستقله المؤثره بالتدريج، بيطلع لي اهم واحد فيهم الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. كل واحد بيتعمل له الاف تيست بتاعته والبي تيست والتي تيست بتاعته بناء على الكلاسيكال تيست اللي احنا عارفينها باستخدام الاف ديستريبيوشن وباستخدام التي ديستريبيوشن. الكويشنز كلها موجوده معاكم وبنقدر نطبقها، ومن اجمل الباكجز اللي موجوده بتدينا الاستيمتس للكوفيشنز والايرور والستاندرد ايرور الميني تاب. الميني تاب الحقيقه من افضل الباكجز اللي بنقدر نستفاد منها ونستخدمها في المود بروجريشن. في امثله كتيره معاكم موجوده في الفايل اللي مرسل معاكم دوت، يعني كده. اوكي يا شباب، شكرا. اوكي.